انتي قلتي ان في ناس كتير استكتروا على ان جوزك قاعد جنبك سنتين في البيت، هو انتي اتفاجئتي ان جوزك بيحبك؟ لا انتي هو نفسك مش مصدقه انه لا هو على بيلا فكره انا جوزي قاعد سنتين في البيت جنبي وهو عشان انا عيانه لا خضتيني. ولا لا انتي حسيتي حاسه وشال وشال كمان حتى الناحية المادية كانت جامدة جدا ماشي، بس انت جدا. لا اتفاجئتي. ده طاقة رهيبة. اتفاجئتي ليه؟ لا ما هو مش اتفاجئتش، بيعبر عن مشاعره؟ هو عبرها بطريقة خضتك؟ لا مش خضتني. هو حتى بصي اللي وافي لأمه خلاص، واللي بيراعي أمه، واللي مامته دي فوق كل حاجة، ده تحطيه في عينيك، لأنه زي ما بيراعي أمه وخايف هيراعيكي. على مامته وشايل مامته وقاعدين جنب في الشقة اللي جنب مامته ومش عايز يروح في مكان تاني عشان خاطر مامته، أكيد كان هيعمل معايا كده. اتفاجئتي ليه؟ لأن هو كان بيحب الخروج وبيحب السفر. حسيتي ان انت اغرى عنده من كل ده؟ على في لحظة ايه الخطر المشكلة؟ بقى موجود. مستكترة على نفسك ليه انك تحسي ان انت اغلى عنده من الخروج ومن الدخول ومن كل ليه؟ انا ما كنتش مش متصوره، لان هو بيحب الخروج وبيحب اصحابه، بيحب يسافر ويحب يعمل. ففجأة سنتين بيحب قاعد ايه؟ قاعد وبيحب عشان ايه؟ حس بالخطر. بيحب لا ايه؟ هو لو قلت له ده برج الميزان، بيحب ايه؟ بصي برج والله الميزان العظيم ده بيحب ايه؟ هيذلني، طلع بيحب ايه؟ ده انت مش واخده بالك. ده هيذلني بعد، لا هتذلي ظل من محمد صلى. لا لا بصي، والله هو ابدا، يستاهل، هو يستاهل ان هو انت جميل. احتملتي كل السنين دي، لا يبقى هو هو يستاهل، كده يستاهل. الوفي بيك بأمه طيب ووفي بكل حاجة. خلينا نتكلم، نرجع بقى لاخلاق الكبار. سلام. وانت بتقولي من انتم، عشان انت شفتي ناس كبار مثلا أمينة رزق، مديحة كامل، أحمد مظهر، احكي لنا الفرق بين الأجيال دي والجيل ده. الست أمينة رزق هي كانت بتحب كلمة الست أمينة الست رزق، وهي لا لازم ماما تستاهل الست. ولا أستاذة ولا مدام، هم عارفين كده. وأنا طبعا للأسف في الثمانينات ما كانش طلع الموبايل، فكانت لما هتكلم هي عملت معايا ايه، بس هي الحته كانت بتحكي لي على يوسف بي وهبي. انا لازم تقول يوسف بي وهبي، لكن ما لازم تقوليش تتكلم عنه مش يوسف، رغم يوسف انها بي بتحبه وهبي. حب خلاص حياتها عينيها تلمع. في السن ده فيها بريق. للاسف ما كانش فيه موبايلات، وحتى اللي فيه موبايلات انا ما سجلش لما اقول، وده احترام يعني، بريق. وتلاقيها رجعت طفله، انا فجاه الاقي وشها ده طفله من غير ما تمثل ان هي طفله. لا شيء مش طبيعي. ست امينه معايا انا بقى حصل ايه؟ انا لسه بقى كنت برضو يعني صغننه، فمعروف ان ايه اي الصغير ده لما بيغلط المخرج بيطلع عينه، وانا اللي بيطلع عيني بعيط. وست ومدام سميحه ايوب برضه عملت معايا موقف حلو قوي، حابه اقوله.